وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يسأل يقول: أتتني هذه الرسالة وطلب مني أن أقوم بتوزيع آية الكرسي لكل المضافين عندي على نية التيسير والفرج لي ولك، وإذا وزعتها أكتبوا لي تم، الله يوفقك. نقول: هذه بدعة أيها الكرام الفضلاء، هذه بدعة. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حديث عائشة عند مسلم: ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام عند أحمد والنسائي: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فكل هذه الطلبات وما في مثيلها وشاكلتها إنما هو من البدع والضلالات، ونسأل الله التيسير لنا ولكم جميعا. ومن يريد التيسير أيها الكرام فليدعوه بأدعية التيسير وأدعية تفريج الهم وزوال الكرب، كما في حديث أهل السنن: دعوة أخي ذنون ما قال بها من مكروب إلا فرج الله عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي الصحيح: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم، وما في مثيلاتها من أدعية الكرب وتفريج الهم. نسأل الله الفرج هم كل مهموم. تم تحرير صوتيا من جنبات وعرصات بيت الله الحرام ليلة الثلاثاء 17 حلون من رجب الفرد الأصم الأصب المعشعش المقشقش منصل ومنصل السن الحرام رجب مضر لعام 45 و 4000 هجري سعدنا عليه الصلاة والسلام. ونوه أنه لم يصح في فضل شهر رجب حديث، ولا يخص بعبادة ولا بشيء إلا من كان له صوم كاثنين وخميس وأيام بيض لغير ذلك. ومن أمتع ما كتب في ذلك أداء ما وجب لبيان وضع الوضعين في رجب لابن دحية الكلبي المتوفى الأندلسي المتوفى سنة 633 هجرية، ثم اختصره الإمام بن حجر في كتاب ماتع بعنوان التبيين العجب أو تبيان العجب لما روي في شهر رجب للحافظ بن حجر المتوفى سنة 52 و800 من الهجرة، وأيضا كتاب لطائف المعارف لابن رجب المتوفى سنة 595 من الهجرة، وغيرها من الكتب الماتعة في هذا الباب. صلى الله عليه وسلم.